ماذا دخلت الصيدلية التي ذكرتها وتم تصويرك بكاميراتها؟ دخلت ليه؟ صيدلية أحمد عبد العزيز. اه مش أول مرة اشتريت لبن؟ أنا دخلت صيدلية أحمد عبد العزيز، اشتريت أول مرة لبن لبنتي وتاني مرة ده وحموضة. سين، وحضرتك تقدر تسألهم. سألناه. سين، ما قولك؟ وقد قرر القائم بالعمل في الصيدلية في ذلك الوقت أنك اشتريت مشرطا طبيا جراحيا ودفعت 200 جنيه فأعفاك من الثمن، لأن ثمنه جنيهان. إيه رأيك؟ حضرتك أولا بتتكلم عن صيدلية تانية. يا أستاذ الصيدلية اللي أنت دخلتها وفيها صورتك، راجل قال خد مشرط. يا فندم إداني 200 جنيه. مش هي يا فندم. يا أستاذ. مش هي يا فندم. اللي اتسأل، اللي قال كده رأيك في كلامه إيه؟ اللي اتسأل ده يا فندم في صيدلية تانية مفيش الكاميرا اللي فيها حتى ما جابتنيش. طيب. هو نفسه ما تعرفش عليا. اللي قال إنك اشتريت مشرط ب2 جنيه ورجع لك ال 200. ما تعرفش عليا يا فندم. كلامك في إيه؟ رأيك إيه في الكلام؟ ما حصلش. سين. يا فندم ما تعرفش عليا. سين. وما قولك في أنك ذكرت ذات الواقعة في التحقيقات بنصها؟ أنت قلت نفس الكلام. اديته 200، قال لي مفيش فكة، ده ب2 جنيه وما خدش مني فلوس. طب لما اقول لحضرتك ان انا سمعت جملة ادهم قالها في سجل صوتي. استناني. حاضر. انا قلت لك الدكتور قال ايه او العامل. تمام. وانا بقول لك انت قلت نفس الجملة. جميل. انت قلتها في النيابة ولا النيابة اللي كتبتها؟ في النيابة. اه. قلتها. قلت نفس الجملة. ليه؟ نفس الجملة انك اشتريت مشرط. لا مش اشتريت مشرط، ان انا اديتك 200 جنيه وما كانش عندك باقي. وانا اقصد ان اعطيته 200 جنيه وانا بشتري حاجات تانية مش المشرط. لا. انا اصلا ما دخلتش الصيدلية. ماشي. انا اصلا ما دخلتش الصيدلية. سين، وما قولك وقد تأيد اعترافك بارشادك عن المنديل الورقي الذي مسحت به دم ابنك من على يديك ووضعت فيه المشرط وألقيته قرب مكان الحادث وضبطته الشرطة؟ ايه رأيك في الكلام؟ انت قلت لهم انا عملت وقتلت وحطيته في المنديل ورميت وارشدتهم ولقوه، ايه رأيك في الكلام؟ طب لو هم لقوه يا فندم لوحدهم. جاوبني. انا ما ارشدتش حتى. انا ما ارشدتش حد. سين، هل قمت بعمل المعاينة التصويرية تمثيلا لكيفية ارتكابك الحادث؟ عملت معاينة تصويرية مع النيابة؟ عملت معاينة تصويرية. جيم. نعم. ومثلت فيها الجريمة؟ مثلت أي حاجة. ومثلت أي حاجة. سين، معايا ولا سابقك يا محمود؟ سين، هل أكرهتك النيابة على ذلك؟ المباحث والنيابة. النيابة أكرهتك؟ النيابة أكرهتك. مين اللي قال لك؟ أنا ما أعرفش أصلا مين اللي كان بيحقق معايا. جيم النيابة أكرهتني. سين، ما وجه هذا الإكراه؟ أنا لما حصل مني في المباحث. ركز بس، سيبك من المباحث. تمام. أنت قلت خلينا في النيابة الأول. ماشي. النيابة أكرهتك، كيف؟ لما طلبت من السيد وكيل النيابة إن أنا أقعد معاه لوحدنا. بالفعل فضل أوضة وقعد معاه لوحدنا. سألني يا محمود أنت عملت كده؟ قلت له يا فندم ما عملتش. خلينا في التمثيل. قال لك مثل غصب عنك؟ لا احنا ما كناش سيرة التمثيل اصلا في البداية. لا، لما عملت معانا تصويرية هو ده التمثيل. حد اكرهك؟ على التمثيل؟ ايوه. لا الكره كان في البداية، التجاري كان في البداية، في بداية لقائنا خالص. انت بتقول النيابة اكرهتني؟ في بداية لقائنا خالص. ايوه. في بداية لقائنا خالص مع النيابة. ايوه. لما قلت له يا فندم الكلام اللي اتقال قدام حضرتك ده ما حصلش. اللي انت قلته؟ ايوه. اللي انت الكلام ده انا. الكلام اللي اتقال ده انا ما عملتوش. يعني انت عايز تقول له الاعتراف اللي انا قلته ده بالظبط انا ما عملتوش. انا قلت لوكيل النيابة ان الاعتراف اللي انا قلته انا ما عملتوش، امال اعترفت بيه ليه؟ اعترفت بيه عشان المباحث بالكامل اقنعتني ان هم هيقفلوا القضيه، لان المباحث اقنعتني ان انا القاتل. لا مش كده. مش كده. امال ايه اقنعتك بيه؟ اقنعتني ان انا في خلال يومين هيقفلوا القضيه وهخرج
وانت تصرف حتى القاتل بتاعك براحتك، وانهم في خلال يومين اهم حاجه انهم يقفلوا القضيه يا فندم، وانهم خلال يومين هيقفلوا القضيه ويخرجوني ومش هتعرض على النيابه اصلا، وانت دور على القاتل عشان القضيه كانت عامله ضجه في التوقيت ده، لان القضيه كانت عامله ضجه صين. وهل اقتنعت بهذا على فرض حصوله؟ لازم اقتنع. لما يكون ابني الوحيد اتقتل وعارف ان اللي قدامي مش هيجيبه حقه، لازم اقتنع عشان ابني عشان اللي اجيب حقه. ابني الوحيد اتقتل، هو وقفه مكاني هنا. ما موقع الصيدلية التي اشتريت منها ما ذكرته الآن من مسكنك؟ الصيدلية دي تبعد عن بيتك قد ايه؟ اللي اشتريت منها اللبن؟ اللبن والحموضة حوالي كيلو. حوالي كيلو كفر طناح. في كفر طناح؟ أيوة في كفر طناح. كيلو ونص. سين. لماذا تناول ابنك منوما؟ ليه لقوا فيه منوم؟ ابني كان فيه منوم؟ انا اتحدى اي حد في العالم يقول ان ابني كان فيه منوم. ما حصلش. سين، قلت في اعترافك بالتحقيقات انك اعطيته قرصا منوما وهو في السيارة ليسهل ذبحه ولكي لا يشعر. انت قلت كده؟ انا قلت كده. قلت كده فعلا؟ قلت كده. كل الكلام يا فندم. ليه بقى انا قلت كده فعلا؟ ليه بقى؟ ليه؟ ما انا قلت لحضرتك في البدايه. عشان صدقت الشرطه يعني. عشان صدقت الشرطه انهم هيروحوني عشان يسيبوني ادور على القاتل. واخد عزا ابني وادور على القاتل. واتحدى اي حد ان ارهب ابني خد منوم. ارهب ابني ما ياخدش علاج من حد غير ايدي انا او مامته بس. ارهب ابني ما ياخدش حاجه من حد. ما المشكلات التي كان يثيرها لك المجن علي؟ ليا انا؟ ما كانش بيصير ليا مشاكل ابدا. جيم لم يثير ليا اي مشاكل. انا ابوه هيصير لي مشاكل في ايه؟ انا كان كل حلم حياته انه يدخل ضابط شرطه. وابن عمه اللي كان حلمه يبقى ضابط. وابن عمه اللي سنه يبقى ضابط جيش. سين، ما هو مشاكل ما مش لازم. سين، هل كان يعاني من سمة امراض؟ كهرباء زياده في المخ. كان كهرباء زياده في المخ. هل نتيجه هذه الكهرباء الزائده بالمخ سبب لك حرجا مع اقربائك نهائي وجيرانك؟ جيم، أقربائك وجيرانك؟ جيم نهائيا. أدهم لو طلب مني عينا هديها له. سين، ليه؟ وجالي تليفون بالعثور على جثة ابني. ده ثاني يوم الصبح الساعة 10 بعد ما خلصت تدريب. ثاني يوم مش كده؟ ثاني يوم الصبح الساعة 10. أنا الكاميرات اللي وصلت لها وصلت لأن أدهم وصل عند كوبري طناح، بعد كده ما فيش كاميرا ثانية جابته. فالكاميرا اللي انا وصلت لها اظهرت ان اخر ظهور له كان عند كوبري طناح. كل خط سيري انا قلته وما غيرتش في اي حاجه من خط سيري. المباحث قالت ان انا اتهمت ادهم ابني انه كان بيتحرش ببنتي. ده ما حصلش. مراتك نفت. ده ما حصلش يا فندم. ماليش اي مشاكل. ما مكان العثور على الجثه؟ ما مكان العثور على الجثه؟ كانت فين؟ عند كوبري ديبو عوام. عند كوبري ايه؟ ديبو عوام. ديبو عوام. سين. لا. ده في تقريبا في نص الطريق بين طناح والمنصورة. في نص الطريق بين طناح والمنصورة. المنصورة ايوه. كويس، عرفت الساعة 10، عايز تقول حاجة تاني؟ عرفت الساعة 10 لما اتحركت ورحت عند جثة أدهم الله يرحمه. وبعد كده شلته ووديته المستشفى الدولي. لما رحت عند عند النيابة اللي انا قلته في تحقيق النيابه في اول مره وبعد ما نقلت ابن المستشفى. نعم، كمل على طول. كمل على طول. وانا احب اضيف ان بعد ما نقلت جثه ابن المستشفى الشرطه الاول واجهوك بالصور والحاجات لا طيب، ورحت النيابه. المباحث واجهتني بكل الكلام ده يوم 17. ورحت النيابه. كمل. تمام. رحت النيابه عشان اطلع تصريح الدفن. عشان اطلع تصريح الدفن. لما سالوني انت بتتهم حد؟ قلت لهم انا ما بتهمش حد، بس عندك مشاكل. قلت لهم ما فيش مشاكل في حياتي غير مشكله معينه في الشركه. وانا لم اتهم احد. بس عمرها ما توصل للقتل. عمرها ما توصل للقتل. وانا لم اتهم احد. وما اتهمتش حد. طيب. سين. سين. قلت في التحقيقات
معايا يا محمد؟ أنك أنشأت حسابا وهميا على موقع التواصل الاجتماعي تيليجرام، أرسلت منه إلى نفسك على هاتفك النقال رسالات تتضمن تهديدا لك بقتل أحد أبنائك. تهربا من أن تصل إليك يد العدالة، وأنك بعدها حذفت الويندوز الخاص بالجهاز المرسل منه. ايه رايك في الكلام؟ انت قلت كده. انا قلت كده؟ قلت في اعترافك. طيب نفترض ان على كلام، لا ما تفترضش. لا أنا قلت ولا عملت حساب؟ انا افترض ان عملت حساب. اسمعني بس، قول لي حصل ولا ما حصلش وبعدين كمل. طيب يعني قلت في النيابه ولا ما قلتش؟ انا قلت في النيابه، قلت في المباحث. قلت في النيابه كده وقلت في المباحث. بناء على طلب المباحث. بناء على طلب المباحث. سين، كما قلت وهو ما أيدته زوجتك أنك أعلنت على الفيسبوك بغيابه بعد ارتكابك القتل. قلت بعد ما قتلت ومسحت إيدي ورميت المنديل والمشرط، كلمت صاحبي قلت له انزل دور معايا وعملت إعلان على الفيسبوك. قلت كده ولا ما قلتش؟ لا انا عامل اعلان على فيسبوك الساعه 8:30 تقريبا. انا عامل الاعلان الساعه 8:30 مساء تقريبا في الليله اللي ما رجعش فيها اثر. ايوه في الليله اللي ما رجعش فيها اثر. ومش اول مره اعمل اعلان، ومش اول مره اعمل اعلان. بعد ما بلاقيه بحذف الاعلانات. عايز تضيف حاجه؟ هل لديك اقوال اخرى؟ عايز تقول حاجه ثانيه؟ ايوه يا فندم. عايزك قول يا فندم، ده مستقبل بيتي. قول يا حبيبي. انا يا فندم لما خلصت دفنت ارهم ابني ورحت عشان اقابل المباحث ونقطة طناح. عايز اقول ان بعد دفن ابني ورحت قابلت المباحث في نقطة طناح. تمام. ومراتي بتتساءل جوه وانا موجود بره قدام النقطة. جالي مكالمة على التليجرام، المكالمة مدتها اقل من دقيقة. من مين؟ من شخص انا ما اعرفوش. جالي مكالمة على تليجرام من شخص ما اعرفوش. بس اللي انا عارفه متأكد منه. قال لك ايه؟ ان اللي عمل كده. قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ قال لك ايه اللي مع قبل ما نفوت الحتة دي؟ قال لي انت دخلت هتقول انك دخلت صيدليه في ميت خيرون ودفعت 200 جنيه وما اخدتش باقي. قال لي هتقول انك دخلت صيدليه في ميت خيرون ودفعت 200 جنيه وما اخدتش باقي. عشان انت عندك بنتين خاف. طب وليه تصدقه وتقول يعني ليه؟ اي حد في الدنيا هيخاف على بناته. وانا خفت على بناتي وصدقت وقلت. اي حد في الدنيا هيخاف على اولاده. وانا خفت على بناتي وصدقت وقلت. كويس. وبعدين؟ بعد كده لما دخلت وجيت افتح الموضوع ما حدش اداني فرصه ان اتكلم، قالوا عليا مجنون، قالوا ان ده كله ده اصلا ما يحصلش. بالطبيعي ان هو ممكن يحصل جدا على فكره، اي حد في الدنيا ممكن يتحكم في برنامج التليجرام، اي حد في العالم ممكن يعمل قضيه لاي حد. وخصوصا اذا كان قريب منه، اللي انا متاكد منه مليون مية زمان هو قدام حضرتك دلوقتي ان اللي اخد ادهم ابني وان اللي اقنعه انه يركب معاه حد ادهم يعرفه، ادهم ما يمشيش مع حد غريب. لا 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 ماشي.